رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. ضيفنا في هذه الفقرة جمع بين موهبتي التصوير والإخراج والكتابة، أخرج الكثير من الفيديوهات والمسلسلات التي تركز على موضوع التوعية في شتى المجالات. اليوم بيكون حديثنا عن أعمال الإيجابية. نصبح بالخير على المخرج والكاتب المنتصر خليفة. صبحك الله بالخير المنتصر. صبحك الله بالنور السرور. صبحك الله بالخير المنتصر، طبعا الشخص الإيجابي المنتصر لكن بطابع كوميدي. خلنا نبدأ من البداية، من الكتابة والإخراج. لماذا كتابة وإخراج، أو أنك تحس أنهم مكملين لبعض؟ شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أنا بدايتي في الإخراج. نعم. بديت كمخرج. أوكي. أساسي أنا مصور. أوكي. يعني كمهنة من تقريبا 10 سنوات. أوكي. ما شاء الله. واتجهت للإخراج. بداية طلعت السوشيال ميديا. فكرت يعني أن أسوي شيء جديد. أوكي. أن نبدأ بفيديوهات يعني نخدم فيها المجتمع. نعم. جميل. وكنت في الكتابة ما كنت أكتب، كنت أعطي أفكار. نعم. بس فعليا أنا ما أعرف أنزل على ورق، يعني ما قد حاولت إني أكتب سيناريو. نعم. كامل. أوكي، أعطي فكرة وأعطي الموقف اللي بيكون، بس ما أعرف أنزل على ورق. هي. ما أعرف أكتب سيناريو. عيب نون مساعد. نعم. كان لك؟ هو اللي أسس وياي الفريق، مصطفى جارنبي. هو شخصية هي شخصية من شخصيات شعبية كرتون. اللي هو نعم. عثمان. هو كاتب لشعبية الكرتون وكاتب لمسلسل منصور، كذا شخصية يعني كذا مسلسل هو كتب. نعم. فبديت وياه قلت له أنت كاتب وأنا مخرج. هو يعني صديق طفولة. فليش ما نشتغل مع بعض؟ ليش ما نسوي فكرة جديدة؟ نعم. فقلت له أنا بعطيك الأفكار وأنت حولها للسيناريو وأنا عليه الإخراج. جميل. وطبعا كان تصوير في البيت، مش برا البيت، كان في البيت مسويين استديو صغير في البيت. وبدينا نصور، بدينا يعني تقريبا اول 3 فيديوهات نزلناهم، استضافونا اول يعني استضافه في التلفزيون. ويعني بدينا على الانستغرام، وبعد تقريبا 500 متابع جاتني قناه قالت لي ابغيك تسوي لي مسلسل. جميل. كنا بعدنا في بدايتنا. موجه للأطفال هذا مسلسل طبعا؟ لا. هذا المسلسل للكبار يعني. مش للصغار. المجتمع بشكل عام. نعم. وفي فيديوهات يعني أنا سويت عن الطلاب. طلاب المدارس، طلاب الجامعات. نعم. سويت فيديوهات عن الموظفين. عن العلاقات الزوجية. عن بشكل عام يعني قضايا المجتمع بدينا نطرحهم كل يوم. وبعد يعني ما شفنا ان ربعنا واهلنا والناس حبوا الفكره، قمنا نجلس ويا ربعنا واهلنا نقول لها يلا شو عندكم مشاكل اعطونا، شو صار لكم، شو المواقف في الدوام. حلو. قضايا اجتماعيه يعني طرحونها. هي اعطونا اياها ونحن بنحولها الى فيديوهات. نعم. جميل. وبدينا نسلسل على هذا التدريج والحمد لله يعني توفقنا فيها. جميل. جميل. طيب المنتصر، قلت قضايا اجتماعية طرحونها، لكن الجميل من المنتصر أن هذه القضايا طرحونها بأسلوب كوميدي. يعني لماذا اخترت هذا الأسلوب بالذات؟ شوف، بداية نشوف نحن اسمنا خليك إيجابي، اسم برنامجنا. برنامج إذا يعني إذا بصير على السيرج بتكتبي خليك إيجابي، كلهم بيطلعوا لك واعظين. أوكي. ويا واعظ يا ناصح. أوكي. في السوشيال ميديا بشكل عام إذا باسم خليك إيجابي. فنحن يوم بدينا خليك إيجابي نبغى نستهدف، أول شيء كان هدفنا الأول الشباب. نعم. فالشباب إذا بنستهدفهم بطريقة نصح عادية ما حد راح يشوفك وما حد راح يتابعك. نعم. فاليوم أنت تبغى يعني تدخل قلوب الناس وتجذبهم بطريقة كوميدية. هي. فقلنا الطريقة الكوميدية هي أحسن، يعني أحسن طريقة، منها رسالة للمجتمع توعوية، ومنها ان هي رساله اصلا بحد ذاتها الكوميديا. هي رساله انك تزرع بسمه فيه الناس هيروحها رساله. صحيح. نعم. وكنا يعني يوم بدينا احنا كنا ننزل تقريبا يومين في الاسبوع، بدايه الاحد والاربعاء كنا ننزل. وننزل متى؟ وقت الدوام، الناس في دواماتهم على الساعه 1:30 على اخر دوام ننزل الفيديوهات. ان الفيديوهات تنزل الناس في دواماتهم متضايقين، لا يشوفوا يلا خلينا نتابع خليك ايجابي، يلا وقت خليك ايجابي، يعني اختيار وقت مناسب. صحيح. يعني لهالدرجه الوقت مهم، تحس المنتصر في تنزيل او مشاهده نقدر نقول الاشياء الايجابيه وغيرها؟ الوقت ايه، نحن جربنا، نحن سوينا كذا تجربه، غيرنا الوقت كذا مره. نعم. مثلا غيرنا، نزلنا في الويكند.
في الويكند كانت عدد المشاهدات أقل من باقي الأيام. ليش؟ في الويكند الناس طالعة وداخلة وهذا. صحيح. ونزلنا مثلا على العصر، جربنا العصر أو المغرب، يا اللي طالع من دوام وسير البيت يرتاح أو اللي يتغدى يعني الشغلات هاي. فقلنا وقت الدوام آخر دوام هو أفضل وقت، يكون الواحد الحين بيخلص دوامه وياس يتري الوقت اليوم يخلص دوامه، تدري طالع الساعة دي ذات يوم الأحد طالع الساعة ما تمر فيجلب في التلفون، فهذا أحسن وقت. نعم جميل. طبعا الحين عندنا خلنا نقول أو نتكلم عن الخلك إيجابي، هم مسلسل رمضاني عندنا أكثر من فيديو راجعين. أوف مسافر ولا أي حركة ذاتها بتخلص، قلت أمشي على آخر الشهر. والله باليوم بسميك احمد حركات عليك يا اخي. it was very nice. لا لا sometimes you feel like لا يعجبك. اه اي 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 this is a menu prepare yourself. عفوا عندك منيو عربي؟ مال انجلش من الصبح انا فول دول ولا ايه حبيبي؟ معاملتك هاي ما بتمشي. اول شيء لازم تسير البلديه، عقب ترجع لي هني، عقب تسير المستشفى، عقب ترجع لي هني، عقب تسير المطار، عقب ترجع لي اختم لك اياها، عقب تسير الاذاعه، وانت جاي تسير سوبر ماركت. سوبر ماركت طبعا لقطات جميله يمكن من المسلسل، خلينا نقول خليك ايجابي. صحيح نعم جميل. لو تكلمنا عن هاللقطات وهالفيديوهات اللي شاهدناها والمشاهدين الكرام، شوف الفيديوهات اللي انعرضت اوكي، في عدة كذا فيديو اوكي اللي هن سووا ضجه. فيديو من الفيديوهات كنا شويه صريحين زياده عن اللزوم، شويه جريئين، تكلمنا عن الاعلام. جميل. شو تكلمت عن الاعلام دام انت في مكان اعلامي؟ ما دام انه جريء لا يتكلم عن الاعلام. لا شوف انا شغال في الاعلام يعني. ممكن ان نجاد العشاء شو المشكله يعني؟ قبل لا ادخل السوشيال ميديا انا اعلامي اساسا يعني. نعم. اسست في الاعلام، ف تكلمت في الاعلام، كنت كذا فيديو، واحد من الفيديوهات اللي تكلمت فيها ان سمونا في سمونا مذيعه قدمت على مذيعه، بنتين قدمت على المذيعه، واحده دارسه اعلام وكل شيء بس ما وافقوا عليها لانها مش جميله، والثانيه لانها حلوه بس مش دارسه اعلام اوكي وافق عليها. انا مخرج وعارف ان الكاميرا تحكم اوكي، تفرق الكاميرا، لازم تفرق الشكل مقبول او لا بوجه الكاميرا. لكن في اوقات نحن نشوف يعني ما في قنوات نحن نشوفها ان اوكي مذيعه جميله والمذيع حلو اوكي وكاشخ ومرتب، بس تقديمه مش حلو. تقديمه ما يعني. او هي او انه تقديم مثل ما تقولي ما يوصل المعلومه بطريقه صح. نعم نعم نعم. فلا نحن لو يعني في اوقات نحن نحتاج مثل في برامج نحتاج ان توصل معلومه اكثر من الصوره. اكيد اكيد. صحيح. لازم على المذيع ان تكون ثقافه غالبه على الشكل او ايا كان، يعني هم في النهايه كلهم مكملين لبعض، خلينا نكون صريحين ومنتصرين. صحيح يعني. صح. نعم بس الثقافه مهمه. صحيح بس موضوع جدا مهم يمكن انت طرحته اللي هو مثلا سببت لك حساسيه قلت. نعم. منتصر ولا والله انا كلموني ناس في شو كانت ردة فعل الجمهور والمتابعين لك؟ والله شوف اول شيء انا لقيت ردة فعل من الاعلام نفسه. هي. حلو اوكي، قالوا لي الفيديو جميل وجريء بس ممكن يدخلك في مصايب يعني. اوكي ف يعني نحن تعودنا هنا بدول الامارات الواحد يكون صريح. صحيح. ما مهما يكون شو يعني الموضوع اللي بتتكلم فيه بس تكون صريح والشفافيه تعودنا عليها، يكون في مصداقيه في افراد المجتمع. فاذا انا اليوم بطرح قضايا مجتمع وانا اليوم عندي يعني السوشيال ميديا كانت هي نفس مثل ما تقولين هي شيء زين شيء ايجابي شيء سلبي في وقت الواحد. نعم. فانا اليوم بغيت استخدمها بطريقه ايجابيه وما كانت عندي مصداقيه في طرح المواضيع. فما اظن اني راح اخدم المجتمع لهذه يعني الدرجه. نعم. فانا اكون لا اكون عندي مصداقيه واشتغل بطريقه ان هاي ممكن تكون من فوائد وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. الى اي مدى هذه وسائل التواصل الاجتماعي منتصر اظهرت المنتصر الى الساحه نقدر نقول الفنيه اللي موجوده؟ هي الاساس. هي الأساس. نعم. هي الأساس. اليوم أنا يعني عندنا كقنوات محلية حكومية أوكي مرتبطين بقيود. نعم. أوكي اليوم السوشيال ميديا فتح يعني ما تقول إن إحنا انفتحنا كامل أوكي، الواحد هو يكون له قيود من نفسه وذاته. لكن في أريحية. في أريحية في أشياء يقدر يقدمها، يعني مثلاً فيديو 15 ثانية.
بدينا انستغرام 15 ثانيه 15 ثانيه ما راح ينعرض على التلفزيون لان ما حد راح ينتظر 15 ثانيه هاي في التلفزيون. ممكن يكون هاي من اصعب الفيديوهات، يعني رساله انت توجهها للجمهور ب 15 ثانيه، شو بتوجه خلال هذه ال 15 بسيط يعني ثانيه. فهو شوف هي كانت تحدي 15 ثانيه جدا صعب، لان كل اللي بده السوشيال ميديا بده اليوتيوب، قبل الانستغرام بده اليوتيوب. نعم. ولكن اليوم في السوشيال ميديا احنا بدينا الانستغرام 15 ثانيه، قلنا بنسوي منصه في الانستغرام قبل ان نتوجه لليوتيوب. ف 15 ثانيه كانت تحدي، اوكي، لان عندك رساله، عندك موقف كوميدي، اوكي، ونفس الوقت لازم تطرح الموضوع. نعم. ف كنا يعني اخوي مصطفى سعد انه هو ككاتب بدايه، وانا كنت كمخرج، اوكي، مثلا الافيه الكوميدي ما يكون اوقات ما يكون حوار، يكون رياكشن، يكون رده فعل، عرفتي؟ فكنا يعني خلينا مثلا تقول لي 10 ثواني اللي هي الحوار الرساله، اوكي، في 5 ثواني او 3 ثواني كانت اللي هو الافيه الكوميدي اللي راح يضحك الناس. نعم. فاشتغلنا بهاي الطريقه، وكان تحدي صعب بس خلاص تعودنا عليها. نعم. جميل. خليك ايجابي لو تكلمنا عن هالمسلسل اللي عرضته في رمضان شوي، تعطينا نبذه عنه. اوكي، خليك ايجابي. هو اول مسلسل لك على اليوتيوب صحيح؟ اي نعم. هو شوف انا قلت لك بعد ما بديت خليك ايجابي في الانستغرام سويت مسلسل خليك ايجابي. هو خليك ايجابي الحين اشتغل كل سنه. نعم. رمضاني، مسلسل رمضاني على اليوتيوب. لكن نعم. اول سنه اشتغلناه كان يعني جاتني احد القنوات وقالت لي انا ابغي المسلسل. كنت توني بادي، فكان ينعرض في اليوتيوب في التلفزيون. نعم. وفي السنه الثانيه كان يوتيوبي، اوكي، في رمضان نحن يعني نطرح قضايا المجتمع، ولكن شويه نركز على قضايا رمضانيه، يعني الشغلات اللي هي يعني العباده وغيرها، ولا مش العباده يعني في اشياء غير الناس عندهم الصيام، الصيام على الاكل والشرب، في شغلات مثل النميمه، شغلات نفس هاي. اوكي، ناس متجاهل يعني مثل ما تقولي مو متواجده يعني هي. مو واعيين عليها ان هاي ممكن تجرح صيامك، ممكن تفطرك. نعم. ممكن حلو. شغلات هاي ثانيه هي. فكنا نجيب المواضيع هاي نطرحها في القضايا، اوكي، الاشياء الرمضانيه، العادات السلبيه اللي في رمضان تحصل، اوكي، غير المواقف الثانيه. ممكن هذه جميل. حتى الفيديوهات تنبه الجمهور، يعني منتصر مثل ما ذكرت اشياء ممكن الناس تكون غافله عنها مثل النميمه وغيرها، تكون عاده في الانسان، فمثل هذه الفيديوهات تنبه الجمهور لكن بطريقه مغايره ممكن يحبها الجمهور. جانب توعوي ممكن. بالضبط. يعني اوقات نتكلم حتى يعني في الدوامات، الناس هو صايم كيف يداوم؟ نعم. واحد معصب 24 ساعه، بالذات اخواننا المدخنين، يعني تلقيه 24 ساعه هو يبي ينفجر، معصب ويضارب وهو صايم. جميل. طبعا في الاخير المخرج والكاتب المنتصر خليفه، شكرا على تواجدك، واتمنى لك ان شاء الله التوفيق دائما وابدا في السوشيال ميديا، ورغم انك طرحت موضوع عن الاعلام ان شاء الله نتمنى لك التوفيق في الاعلام ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. مشكورين على الاستضافه هاي الحلوه الجميله، وانا جدا سعيد ان اكون وياكم اليوم. الله يسلمك. وان شاء الله ونحن اسعد المنتصر. يعني شوف جميل ان مثلا يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لكن باساليب اكيد توعويه تهم الجمهور. شكرا لك المنتصر. والحين مشاهدينا ننتقل الى فعاليات المنطقه الشرقيه، وبالتحديد الى موارد كلباء اللي نظمت دوره التميز في جوده الخدمه المقدمه. خلونا نتابع ونرجع لكم. نظمت دائرة الموارد البشرية فرع كلباء للباحثين عن عمل دورة بعنوان التميز في جودة الخدمة المقدمة، قدمها حسين يوسف الجوهري مستشار في التنمية البشرية والتطوير المؤسسي. الدورة كانت اليوم في الباحثات عن العمل، ونشكر دائرة الموارد البشرية على اهتمامها للدورات التأهيلية للباحثات عن العمل. الدورة اليوم عبارة عن 5 أيام، هي آلية التعامل مع الناس والأنماط المختلفة من البشر. ركزنا على عدة محاور. المحور الأول كيف يكون تفكير الإنسان في نظرته للآخرين، وبعدين تكلمنا عن المحور الثاني اللي هي القواعد الأساسية في التعامل مع الناس، وأن زبدة هذا الكلام وملخص هذه القواعد أن الإنسان يحكم بما شو بما يقصده الآخرون ليس بما يفهمه هو. تضمنت الدورة عدة محاور، أهمها كيفية التعامل مع الآخرين والعوامل المؤثرة في تكوين الانطباعات
وبناء الثقة لدى الفرد، كما تخللت العديد من النقاشات والتدريبات التي تسعى إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة. استفدت من الدورة وايد أشياء، كيف إحنا نتعامل مع الناس سواء في حياتنا اليومية أو في مجال العمل، وفي نفس الوقت ما شاء الله يعني الدكتور وايد قدم لنا معلومات واستفدنا منها. تهدف الدورة إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات التي تساعدهم في تحقيق الجودة للخدمات التي يقدمها للعملاء وصقل مهاراتهم وتنميتها، فتسعى دائرة الموارد البشرية إلى تقديم برامج تدريبية تتوافق مع الاحتياج التدريبي لفئة الباحثين عن عمل لتهيئتهم إلى سوق العمل وفق معايير جودة عالية. دورات كثيرة تطرحها دائرة الموارد البشرية، مشكورة. طبعا اللي لفتني أكثر مش الدورة، المكان اللي قاعدين فيه قدموا فيه الدورة، اللي هو طبعا الساحة يعني وسط هذه الأجواء الجميلة اللي في المنطقة الشرقية، أكيد لزيادة الانتباه والتغيير من القاعات وغيرها. نعم. صحيح، يمكن خلينا نقول خارج عن المألوف، دائما عن المحاضرات تكون في القاعات، لكن المحاضر ممكن حب يغير، يستغل الأجواء الحلوة يعني. بالضبط صحيح، فيمكن حتى غيرت من نفسية المحاضر أو حتى الموجودين. صحيح طبعا. والآن مشاهدين ننتقل إلى فقرة التكنولوجيا، خلونا نتابع. السلام عليكم. النهاردة حنبدأ كلامنا عن كلمة IoT. IoT يعني الانترنت اوف ثينجز، الانترنت استخدامه في الأشياء اللي هي اللي موجودة قدامنا. في كلمة باللغة الإنجليزية وهي مش موجودة ليها معنى في اللغة الإنجليزية اسمها فيجيتال. فيجيتال منقسمة إلى شقين، فيزيكس وديجيتال، استخدام الأشياء الفيزيائية الطبيعية إنها تتحول إلى أشياء رقمية. الجهاز اللي قدامنا ده هو مثال بسيط أو صورة بسيطة عن الإنترنت للأشياء أو الإنترنت أوف ثينجز. الجهاز اللي قدامنا ده اللي هو بيستخدم تكنولوجيا IoT أو الإنترنت اللي استخدامه الأشياء هو جهاز إنتركم، ولكن نقدر عن طريق استخدام الجهاز ده ان احنا ننزل تطبيق او ابلكيشن على الموبايل، نقدر ان احنا نتحكم فيه من الجهاز ده في اي مكان في العالم، مش بس في مكاننا او المكان اللي احنا فيه. الجهاز بيتصل بالانترنت اللي موجود عندك في البيت، وبيتم تركيب كاميرا جايه مع الجهاز فيه عشان تراقب اي حد جاي من بره المكان، وهنا بيكون وحده التحكم الشاشه اللي انت ممكن توري الزائر او الضيف اللي جاي، يكون ممكن يكون جاي لك وانت خارج البيت، ان انت ممكن تتكلم معاه. انت ممكن تظبط الجهاز بكذا اكتر من برنامج، انك انت يكون فيه لك ليك وقت معين بيتفتح فيه الباب، من وقت معين لوقت معين يتم التحكم في اغلاق القفل او الباب في اي وقت انت عايزه عن طريق الموبايل ابلكيشن. الجهاز اللي معانا من باناسونيك السمارت انتركم فيه خدمه النايت فيجن او الرؤيه الليليه. عن طريق خدمه الرؤيه الليليه انت تقدر ان انت تشوف الصوره اللي انت عايز تتحكمها من الموبايل فون بتاعك او السمارت ديفايس، تقدر تشوفها بالصبح زي بالليل بالظبط. كمان في خدمة تانية موجودة في الباناسونيك، وهو التحكم الكامل في إغلاق الباب بالتوقيتات زي ما قلنا قبل كده، وإن أنت تقدر توصل السمارت انتركوم من باناسونيك بأكتر من ديفايس في كذا مكان على كذا باب أو كذا قفل عندك موجود داخل البيت. الشيء الجميل كمان اللي موجود في الجهاز اللي موجود قدامنا هو إن أنت تقدر تكون دايماً متصل ويديك نوتيفيكيشن أو يخبرك وإنت خارج المنزل إيه اللي بالظبط اللي بيحصل موجود، وعن طريق بريد إلكتروني بيوصل لك من الريكوردينج اللي بيتم تسجيله من الجهاز من الكاميرا اللي موجودة، أنت تقدر تحدد إذا كنت عايز تشوف فيديو اللي بيحصل ولا عايز تشوفه عن طريق صور فوتوغرافية. شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام اللي يتكلم عن فقرة التكنولوجيا. عايشة شوراش، دائما التكنولوجيا في تطور مستمر، دائما وابدا يبهدون، خلنا نقول فيكون في شيء جديد في مثلا في غالب الايام او سنه عن سنه، خلنا نقول نعم. نشوف في شيء جديد. ويبهرنا مهتمي التكنولوجيا يعقوب، ولا يعني الكاميرات الجديده، الاجهزه الجديده؟ لا انا ابدا الصراحة. نفسي يعني مش انه وايد مهتمه بالتكنولوجيا، لكن نحن هاي فقرتنا تكون دائما، وايضا عندنا برنامج عن التكنولوجيا طبعا يقدمه زميلي محمد البلوشي. صحيح نعم. ولا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.